واش دونك انت متفقه معايا بان متمرده جريئه مبتكره مثيره للجدل؟ فعلا فعلا، وكنظن انه تشجعيها هذا تقول لها تحقق كملي كوم سوبسيون سا. ها معلوم، وكنظن انه الناس اللي تيكونوا دي زيتر ديكسيبسيون بحال نعم هكا، لا بي فا سي بارتي دو سي جون لا دو سي زيتر ديكسيبسيون اللي كيتحداو النفاق نعم الاجتماعي وكيتحداو بزاف د الاشياء باش لانهم كيامنوا بواحد المساله. لا بي فا كنظن انها كتامن بواحد الرساله وكتمشي فيها جوسكو بو، ما كيهمهاش شنو اللي كيطرا. هذه فرصه انني بغيت نقول لا بي فا انه ما عندها حتى شي اهميه المسائل اللي كتقال ولا اللي كطرا ولا هذا. اللي مهم هو العمل والجد، هو الانسان انه كيبرهن وكيجاوب بالاشتغال. نعم وهذا جميل في لطيفة انها ان طومب با ال سوغوليف دائما وراسها مرفوع كوم اون فغي بغبغ وكتزيد لقدام. وانا بعدا كنشكرك باسكو كنتي باغمي لي جون القلائل اللي اتصلوا بيا وساندوني في المحنه ديالي في لو مومون اللي البعض كان تخلع وخاف. ولكن لا انا كنظن انه بالعكس، انا معاك لطيفة ومع الفن الحقيقي ومع الناس اللي صادقين. هذاك واجب، يعني هذاك ابسط ما كان ندير هو انني نكلمك في التليفون. وراك عرفتيني انني قلت لك نقدر نمشي معك بعد من هذا، يعني انا معاك وانا كنشجعك دائما لانك تستمر في الطريق ديالك. منافتو قبل ما نخليك تمشي، شنو هو الجديد ديالك؟ فين غابره؟ Mouna qui a très belle pour briller encore. Mais toi, tu brilles par ton absence. Hein. Voilà. في الحقيقه درت واحد التليفيلم مؤخرا مع نرجس النجار، واحد الكوميديا مره اخرى. اللي بغيت نقول هو ان انا ولطيفه اشتغلنا في كوميديا اللي هي لمونه كان من اروع لي زيكسبيريونس ديالي، لانه فعلا كانت اولا كوميديا وكانت مناسبه اننا نشتغلوا قراب بزاف انا ولطيفه، كانت فرصه كبيره وفعلا كانت نتيجه رائعه، وكنتمنى ان التجربه تتكرر ان شاء الله في اعمال اخرى مع لطيفه. الجديد هو انه بحال اللي قلت لك كاين تيليفيلم اللي تصور هذه واحد شهرين ودابا في دور المونتاج مع نرجس نجار، وكاين مشروع فيلم سينمائي مع الاخ والزميل المخرج محمد مفتكر ان شاء الله. ان شاء الله ان غران رياليزاتور ان شاء الله. نعم منافتو، تنشكرك لانك شاركتي معنا في هذا اللقاء الخاص مع الفنانه الخاصه لطيفه احرار. تنتمنى لك التوفيق. شكرا. وان شاء الله انا اللي كنشكركم وكنقول لطيفة فازي كونتينيو اي فونس. ميرسي جو تيم اي امبراس بور موا بن سالم. شكرا لطيفة. شكرا الممثلة منافتو. وقبل الموجز الاخباري اختاريتي اغنية ديال كوين وي ار ذا تشامبيون، علاش؟ احنا غادي نستمعوا لها الان. اولا لان ذا كوين يعني الملكه، كوين اند وي ار ذا تشامبيون، كل واحد بطل ديال نفسه. نعم. الى امن براسو وامن بداك الشيء اللي كيتقاسم مع الناس بالرفض او بالقبول. وي ار ذا تشامبيون. I've done my sentence but committed no crime and bad mistakes I've made a few. هي الفنانة لطيفة أحرار. نبغي نذكركم لو بيست اوف نهار السبت دائما الساعة الواحدة. وتنشكر كل الناس، أنا فرحان اليوم عندك الناس بزاف المعجبين اللي كتبوا كلمات جميلة في حقك. شكون هما لي فان ديالك؟ عندك البنات أكثر من الأولاد ولا الأولاد أكثر من البنات؟ عندي كل شيء، عندي حتى دابا ولا عندي حتى بخارج المغرب. سا مو توش فريمون. نو دايور سا ما سوربريز هو انه دابيتود لي فام كيكونوا اقلال عند اون ستار فام، مي هنا فريمون كاين لي فام وكاين لي زوم. علاش؟ حيت يشوفوك بانك تدافع على واحد القضيه اللي تتهمهم. وعلاش نقولها لك مزيان هضرتي ليا؟ لان كاينه كنزه بوعافيه تقول لك سلام لطيفه كالعاده متميزه، دمتي حره وجريئه وصوت لكل امراه متمرده
جديدة ضد التهميش والإقصاء والعنف. مي بيان سور باسكو ملي كنهضروا كان انا جادور نهضر على الانسان. انا جو نيم با تو سكي ايزم ايست وداكشي جو ما كنبغيش نتخندق في جهة على حساب جهة. بالعكس كنبغي نهضر على قضايا الانسان اللي فيهم الرجل والمرأة الطفل الشيخ يعني جميع الحالات ديال الانسان كنبغي نهضر عليها وسورتو الحالات اللي كتكون شاده شويه اللي كيكونوا فيها دي طابو اللي ربما الناس ما كيقدوش يهضروا عليها موش تخوف سي سا وسي لو رول ديال ان ارتست هو كيحط يديه لا ويا دي بروبليم اون سو بارطاج لي بروبليم دو ليتر هومان كي كونتراديكتوار سي ان بلوك دو كونتراديكسيون ولكن ملي كتهضر عليها ماشي باش تميعها بالعكس باش انك دي فوا كاين اصوات مخروصه كنحاولوا نسمعوا الصوت ديالها اي اون ميم طون انا ما كنعالجش انا كنطرح القضايا اي سي تو بوليتيسيان اي سي تو سوسيولوج اي سي المعلمين العائله هما اللي كيحلوا هاد المشاكل وراينا هو الرجل في حياه لطيفه احرار ايوا كاين اخترتي قطعه بطلي المثالي شكون هو البطل المثالي في حياه الفنانه لطيفه احرار والقطعه نستمعوا لها لفنانه سميتها فيروز كراوي انت اللي اختاريتي هذه القطعه وعلاش سي 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 اون اكتريس لي سي اون شانتوز لي اكتشفتها حتى هي متمرده شويه اكتشفتها في مصر من خلال هذا المؤتمر اللي كان عندنا ديال الاسبوع اللي فات وي ثقافه مستقله من اجل الديمقراطيه وعجبني الحال وقلت تيان علاش ما نتقاسمهاش مع اصدقائي المغاربه باش نحيد لهم ان بو دوك الكليشي اللي كاين على كلك شونسون ديال المشرق البطل المثالي ما كاينش انسان مثالي حنا كلنا حسب الحالات فاش كنتوضعوا ولكن غير البطل المثالي هو اللي كيتفهم وهو اللي يحب بدون ما يبغي يعيش الاخر او واحد الاخر يعيش الاخر نو انا جو نفو با انو من عيش ليه ولا يعيش لي انا باغا نتقاسم حياتي مع انسان مع رجل. إذن إحنا اليوم تنقلبوا على البطل المثالي للفنانة لطيفة أحرار من خلال برنامج موزايك. لكن البطل المثالي اتصل بلطيفة أحرار في فيسبوك ولا في الفيسبوك ديال موزايك. فيروز كراوية وراجع لكم. مستمعينا الكرام 20 دقيقة تفصلنا عن موجز إخباري ونهاية هذا الموعد الشيق مع الفنانة لطيفة أحرار من خلال برنامج موزايك وبعد ضيف مفاجأة آخر غادي نتكلموا على الجديد ديالك لطيفة أحرار من بين الريفرنس اللي عند ضيفتنا هي كذلك بروفيسور دونسينيمون أرتيستيك أو مينيستر دو لا كولتور بغيت نسولك لطيفة أحرار واش أنت مضافة ولا شبح الأشباح كاينين غير عند شكسبير أنايا موظفة كنشتغل كنقري الطلبة ديالي والسوايع ديالي اللي ما كنقريش فيهم أنا عندك ياك جو سوي ليبر ياك وي داك أنت ماشي شبح لا أبدا وأتحدى من يقول أن لطيفة أحرار شبح إذن معي الشاعر والكاتب ووزير الثقافة الأسبق السي محمد الأشعري مرحبا بك على أمواج إذاعة المغرب العربي في موزايكا شكرا مرحبا مسيو الأشعري بونجور أهلا لطيفة كيف الأحوال؟ سامفي بليزير الشاعر والكاتب ووزير الثقافة الأسبق سي محمد الأشعري شكون هي لطيفة أحرار في الثقافة المغربية؟ هذه صعبة عليا مقدمات في عجالة إنما يمكن نقول بعض الملامح من الشخصية ديالها اللي يدلوا عليها أنا كيف عرفت لطيفة كان عرفها أولا وقبل كل شيء مخلصة بشكل كامل وعميق للإبداع والحياة اللي اختارتهم واللي كثير الانتباه هو أن في هذا التفاني ديالها وفي الطاقة الكبيرة اللي كتبذل في العمل ديالها كحس الواحد بها بأن هذا الاختيار هو اختيار حياة أو موت إذا تنزلت على جزء صغير من المجهود والطاقة اللي كتبذل في العمل ديالها الفني وفي حياتها أجي توقف عن الحياة من بعد عمر طويل ولكن أنا هكذا كيبان لي وكيبان لي بأن سواء كان الواحد عنده شيء إعجاب كبير بالأعمال ديالها وبالأدوار اللي كتقوم بها
أو ما عندوش هذه الأعجاب أو كيعتقد بحال اللي كنعتقد بأنها تستحق أعمال كبيرة ربما مازال ما التقتش بها. لكن ما يمكنش شي واحد ما يحترمش الجهد اللي كتبذل والإخلاص الكبير اللي كتبذل به هذا الجهد هذا. جهة ثانية عايش أنا عن قرب العمل اللي كانت تقوم اللي كانت كتقوم به لطيفة مع فنانين آخرين من الجيل ديالها نشيط ثقافي وزرع بعض المواعيد الثقافية الأساسية في المجال الثقافي المغربي. كنظن بأن العمل اللي قامت به وكتقوم به أحيانا الآن في برمجات مهرجانات مسرحية أو سينمائية أو موسيقية أو فنية بصفة عامة كلاحظ الواحد انقسام ديال واحد الجيل من المنشطين الثقافيين اللي تخرجوا من المعهد وهي بصمة تتسم بكثير من الاحترافية وكثير أيضا من الإخلاص وبواحد القدر محترم من الحرية ومن احترام الآخرين. Grâce à vous, Monsieur الأشعري, grâce à vous, parce que vous étiez venu, vous nous avez quand même donné هاد l'occasion ديال فنانين في خدمة الثقافة المغربية والتنشيط الثقافي. وحاولتي تحل المعضله الكبيره ديال اساتذه التعليم الفني اللي كانوا كيقولوا ما كيديروا والو في لي كولوار وعطيتينا لوكازيون ديال اننا نشتغلوا في وزاره الثقافه ونشتغلوا في معكم كوزير على كل حال كشاعر هو العمل اللي قمت به ماشي الفرصه اللي قدرت نسمعها مع اخرين باش تمكنوا انكم تقوموا بهذا العمل. ولكن هنا راه جوستمون السيد الاشعري كطرح بانه ملي كيكون السياسي في ليكوت ديال لا سوسيتي ديالو لو بوزوان وملي كيكون ايضا السياسي في ليكوت ديال القطاع اللي كيمشي ليه وكيلقى اوسي دي كومبيتونس وكيعرف يحطهم في المكان المناسب.